احنا بنقول هو كليسيل نمونيا عشان هو ايه دايبيتيز. الكحول وكده، عشان هو الكحول ودايبيتك، الكحول ودايبيتك هيمشي مع الكليبسيلا. بس هو هل هو الابر لوب والقصة دي؟ مش كاتب، ما هو مش كاتب اي حاجة بتقول ان هو معاه، يعني هو upper loop، يعني هو معاه weight loss. اللي بعدين الكحول اوكيجنالي ماشي بس ضابطك. دايبيتك، انا فاهم دايبيتك والكحول كليبسيلا. شيلة معاها نوكسس. معاها، لا معاها الريد جيلي سبيوتم، غالبا معهاش نوكسس بس يمكن. معهاش هيموبتسيس. اه معهاش هيموبتسيس، هي الاسبرج اللوم اللي معاها الهيموبتسيس. هي مش اسبرجيلوما، مش تمام. اسبرجيلوما رايز ان لون كافيتي سكندري تو بريفيوس تي بي. تمام. Absence of productive cough and prolonged duration of symptoms is unlikely. يبقى بيبقى معاه productive cough وبتبقى red jelly sputum. طيب هنا بيقول الأورجانيزم isolated. Make the microbial predatory phone report sign of bacterial infection from central line. يبقى epidermis. Admission. اه شكله كده ابيدرميدس، صح كده. هو most common organism found in central line infection طبعا هو الابيدرميدس. Which one for an organism must be likely isolated من اسواب مين بقى 5 سنين جاي by his parents father explain how his son had a temperature has been of food he also says that they a stray dog bite him باسترولا. باسترولا تمام. قلنا اللي بتاعت القطط كانت اسمها بارتونيلا. هارت اي ما بارتونيلا بارتونيلا هيلس هيلس او حاجه زي كده. طيب what's the most likely diagnosis في الاكزامينشن؟ انا طبعا نجيبها من الاول. 27 سنه جايه من 4 ايام bilateral calf myalgia و constant high fever similar duration vomiting non bloody diarrhea revolt eye pain reddening of both eye recently returned from trip to Libya 2 weeks ago he had unprotected sex with multiple female partner and there has been sewage worker for 4 years ماشي ال في الفيتال ساينز ان هو الريسبيراتوري بتاعنا عالي شويه والفيفر اكزامينيشن ماشي اكتراس وريد بايلاتري ده بتاع الليبتوسكليروزس بس وخلاص هي بتيجي بسيمينار تو جيليان باري. واو ده زي التاج بالظبط. هو اوكي and diagnosis chest x-ray show calcific prehilar lymph node with clear lung and the spinal x-ray beam border ده مين البري ال نقرا السؤال. ثلاثة وستين سنة ميل جاي باتنين month history of progressive forcing of back pain make worsening on bending over and lifting object also report similar length معاه 3 كيلو weight loss و fever و malaise و no history of injury or trauma past medical history AF no history of drug use no recent travel but born مش عارفة في بنجلاديش. ماشي ضغطنا عالي شوية 152 94 الهارت ريت كويس تمبريتشر عالي 38.1 الباقي كويس ماشي examination reveal normal cardiac respiratory system neurological and in, there is localized tenderness across the upper lumbar vertebrae with pain produced by a straight leg raise
ديجيتال اكزامينيشن والنورمال، ديجيتال ريكتال اكزامينيشن والنورمال. البلاد تيست عندنا الهيموجلوبين قليل والبيت كويسة، الواد ديسيز عالية، السي ار بي عالي. في الشيست راديوجراف كالسيتيك بري هايلر نودولاريتي، ده تي بي سبانيال تي بي. بوتس ده بوتس ديزيز سبانيال تي بي بوتس. ايوه لما بيشيل حاجة أو بتاع لا، هي الفكرة ان هو الكالسيف بري هايلر كالسيفيكيشن ده انا الريسورس معهدها ابسس بس. دي، الريسورس ابسس دي مش جاية معاكم 13 و سي ار بي. ايه اللي هيجيب الاكس ري بتاعتها كده؟ الايو سورس ابسس مع الاكستنشن مش مع الفليكشن اللين. مع الاكستنشن مش مع الفليكشن. اه دي فليكشن كده. وبعدين ده هو معاه worsening of back pain ومعاه weight، معاه يا ربي weight loss كمان، وفي هتلوس ثلاثة برومالاسي كده. وكالسيفيك. الأهم الكالسيفيكيشن بتاعة الليمف نود، ده بيبقى مع مين؟ هو في أكتر صح ولا غلط؟ اه صح تمام. في الكرونيك باك بين فيفر مع ان السي ار بي عالي 33 عشان اللخبطة. ماشي ولا 44؟ The most appropriate first line investigation gram negative deep blue قال هي النيسيريا، هنديله ايه؟ سيبوترايزون سنجل دوز بس. اه كانت واحدة بس لوحدها تمرين. What's the most likely diagnosis؟ مش ماشي هات الحالة من الأول أو هات الانستيجيشن الزينوفيليا عالية يا شرق بس الشيرد ستراوس. تمام. طب نشوف القصة ارتكار أو سترونجولايد. رايت مش هتكرر ايش which one of the following most likely presentation of a staph or تمام غير vomiting vaccination are contraindicated in this man HIV positive. السي دي بتاعنا 200، احنا قلنا اي حاجة ال بي سي جي اه اقل من 200 قلنا البي سي جي، وقلنا الحاجات الاورا من اورا والاورا البوليو، وقلنا الفيرا والبي سي احنا جي. عندنا حاجات ده البي سي جي والاورا البوليو والفيبرو. وبعد كده واليلو فيفر. واليلو فيفر ولا مش عارف. لا لا اليلو فيفر من كنا بنديها من اقل من سوري سوري ده كان ابسوليوت ابسوليوت اقل من 200. في اليلو فيفر كانت في الاقل من 200 صح؟ مصر لا الاقل من 200 الابسوليوت اللي هم الثلاثه الفيبرو والاورال والبوليو والبي سي جي. في الثاني اللي هو من اكتر من 200 تقريبا ل 400 اللي هو البي سي اليلو، لا اليلو فيفر والمامبس الام ام ار يعني، بالظبط. وفي حاجه فيها في مش فاكرها اليلو فيفر والفاريسيلا. فاريسيلا يبقى التي بي هنا اصلا ابسوليوت يعني. تمام ماشي نختار الابسوليوت. تمام. Diagnosis appropriate في عنده PCR CSF state evidence of parasitic infection parasitic في عنده the MRI multiple enhancing region toxoplasmosis. أكيد يعني طيب most likely acute deterioration عندنا ايه المشكلة؟ صوديوم بوتاسيوم بايكارب قليل صوديوم قليل ماديسون صح ماشي اديسون ديزيز في اخر خلي بالك التبيع من اديسون فعلا انا قرات كلمة تبيع فوق بيعمل صح بيعمل تبيع ايوه التبيع بيعمل اديسون حتى قرات قبل كده الموست كومن كوز اوف اديسون بعد الاوتوميون هو التي بي.
الانتي تي بي دراج بتعمل لنا برضو تعمل ايه؟ هذا سم انتي تي بي دراجز شفناها قبل كده، بيعمل انفلتريشن وبيعمل تي بي برضو. هنختار ايه؟ ادرينال جلاند. لا الادرينال، الادرينال جلاند اديسون ديزيز ده ايكوال الاوتو اميون، انما التاني بقى ده هايبر ادرينالزم زي ما هو كده. طيب جرام نيجاتيف وكوكاري اختاروا ايه في الحالتين دي؟ نشوف الحاله. جرام نيجاتيف اللي هي النيسيريا، النيسيريا برضه المارو. طب هي دي بقى الحاله بقى، واحد عنده سي او بي دي وانكليز الديسنيا وكافو برودكتيف جرين سبيوتم، يبقى المارجوزيلا. كان حسب الكيس بقى كده. يونز ديبستيك بوزيتيف ليكوسايت ونيتريت تمبريتشر 37 وسط ابروبريت مانجمنت، يبقى نايترو كورنتين بريجننت، يبقى نايترو كورنتين. بريجننت 10 ويك يبقى النايترو فاكتور ترايميثوبريم ممنوع فيها. طيب كوزاتيف اورجانيزم سي اس اف اناليسيس ابيرنت سيريس الجلوكوز بس بيسيل نيمف مونس الجلوكوز ده ما اعتقد كويس، قليل تحس انه قليل يعني مش عارف حاسس انه شكله منبز بس نبص انا بشوفها يعني. 19 سنة جاي بسيبير هيدك وفوتوفوبيا من 3 أيام في انترنت. 6 الجلوكوز لغاية المفروض يبقى 2 البلازما، المفروض يكون 4 نازل نازل وفايبر اكيد منبز. يا منبز يا ايه بقى؟ ايه مامس؟ يا سيف انترو فايروس هيربس سامبلس بس احنا هنا مش لا يا دكتوره بس لا 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 بس المامس هو اللي بياكل الجلوكوز بس والهيربس سامبلس بس انكفالايز سايبه معاه مش ما بياكلش الجلوكوز. لا هو ايه اشرف اللي ما بينزلش جلوكوز؟ الهيربس لا الهربتك انكفالايتس بس انكفالايتس هيبقى معاه كونفالشن هيبقى معاه نيورولوجيك ما بتنزلش جلوكوز في الصيف في السيسف. الحاجه الفيرال الوحيده اللي بتنزل جلوكوز في السيسف هي المامس، والانكفالايتس برضه هربتك انكفالايتس بتنزل الجلوكوز. بس الهربتك بقى انكفالايتس انت بتدور في انكفالايتس على نيورولوجيكال ديفيسيت كونفالجن حد عنده حاجه تانية ايه اوريها لك تحت الجدول المامبس والهربتك انكفالايتس بس انكفالايتس مش م... مش م... تمام صح تمام. ايه بتاع الاكشن بتاع الريبافيرين؟ احنا قلنا الام ار الام ده انكوتنج اظن انكوتنج ده انكوتنج لا الانكوتنج الامان دي الام ار ان ايه الام ار ان ايه الار ان اي او بدايتها ار وار ان اي الكابنج الكابنج فعلا لان انا فاكر فاكر ان الريبافيرين بتاع فيتامين سي فبناخد حاجه بتضعف بحرف السي اللي هي الكابنج. فما نحط الار ان اي وخلاص وصعبين الدنيا على نفسي كلها. في حاجات كتير الار ان اي تمام خلينا نعلم عليه برضه عشان ما نسموش. احنا قلنا الانتي فايرال والحاجة تانية اكشن بتاع ايه امبيريكال امبيريكال انتي بيوتيك خلي بالك اللي هو عنده سيفيترايزون صح للوول الوول امبيريكال الوول سيفيترايزون من ضمن السفال و هيديك ايا كان ايا ايا كان ايا كان فيوجن من السلين او صح لو بنزايد بنسلم او لو سيفوترايد برضه السلول بيشتغلوا على الوول برضه السلول من جايت تمام. سؤال تاني diagnosis from the most likely 33 سنة جاي من يومين عنده history of nausea و headache describe sensitivity to light ونس stiffness meningitis ماشي و fever examination vital signs is normal he is not confused rashes no rash يعني stiffness
lumbar puncture و awaited results. الانتيرو فيروس او ده فيروس ايكو فيروس ده من ضمن الانتيرو الايكو فيروس ما فيش غيره. لما نشوف الانتيرو فيروس دول نجيبهم بقى عشان ايه نبص عليهم نشوف هم ايه. ده رابع سؤال تقريبا. نجيب الانتيرو فيروس دي الميننجايتس هم فين اللي هم فين؟ الموضوع ده جديد على فكرة، جديد في بصمة نفسي الفيرال منجيتس؟ كاتب الكود سهينا بوليو انتيرو فيروس اللي هو كوكسيكي ده جه مرتين أو ثلاثة والإيكو ده المرة دي الهامبس أو الإيكو الهامبس ماشي ده برضو جه لسه السؤال اللي فات والهيربس سيمبلكس والساتومجيلو والهيربس زوستر والميسلز ماشي يبقى المامبس والميزلز مع بعض كواساكي والإيكو فيروس نحط بقى الهيربس سيمبلكس والسيتوموغينو فيروس والإتش أي في مع بعض اللي دول بس الانتيرو فيروس بس عدى معانا بس الاتنين دول صح؟ حاجة تانية عدت معاكم؟ الكواساكي لما دخلت كده هما دول اللي معانا الكواساكي ده ثلاث أسئلة تقريبا الإيكو ده لسه جاي دلوقتي أول سؤال مع بعض. أوكيشن شيتابول فول مانجمنت أنتيبايوتيك 33 سنة وإنجكشن إيروبيك يا دكتور حسن إيروبيك جرام بطاطس الباسيلوي تمام ماشي تمام ماشي إيروبيك جرام بوزيتيف بتعمل الهيبس اسمها ايه الستريبتوكوكا بيوجينز هي اللي بتعمل القصه دي يعني صح؟ اللي هو ال ما فاكر اسمها ايه قولوا لنا اسمها ايه؟ بلاك سكين ديسكولوريشن اكروتايزنج فاشيتس بالظبط اه هي الفلوكسس اللي تريتد تريتد ببروس بص هو عشان ايروبيك والله ماشي لو ايروبيك هنقول حاسس انها تبقى حاسس انها تبقى كندمايز مش عارف عشان ما استجبتش يعني البرود سبيكترم ولا عشان في حاجه لا هو بيقول لك هو اداله امبيريكال برود سبيكترم وبعد كده خد بلاد كلتشر وبلاد كلتشر قالت ان هو ايروبيك ومالوش دعوه انت هتدي لها بقى ايه كلينيكال بلاد كلتشر نديرها في لوكس السلام صح لوكس السلام مش عارف والله هي خدت ايه في الاول لما تديها فلوكس سيلين تاني هو الفلوكس سيلين ده ليه ايروبيك وايه نيروبيك لا ما خدتش برود سبيكترم خلاص انت اديت لها حاجه امبيريكال وبعد كده سحبت كويس في الدرام نيجاتيف بيغطي البوزيتيف تحديدا عشان كده انا بقول فلوكس سيلين بيغطي البوزيتيف تحديدا هو احنا بنبدي اصلا في الفلوكس سيلين اه اول حاجه بنديها فلوكس سيلين خلاص هو سيبرو بقول لك هو عشان بيقول لك عشان الموضوع انيروبيك احنا استعجلنا لك اشار فيها مش نكروتايزنج جاب لك سكن جاب لك اشار فارمر ولا ايه؟ هيروين ما عدناش بنقرا السؤال فده بيقع مننا الحاجات اللي زي كده يعني هو عايز يقول التشخيص ايه يعني ما في حاجات كتير بتعمل انتراكس يعني؟ اترك بالسيبرو معروفة دي سهلة لو احنا قررنا الكيس غريبة دي راكس كنا نجيبها على السيبرو راكس كنا سكرريشو عند ساينس ولك اشار راكس ماشي اوكي ده نغلط فيه علمه مش appropriate next step ده 34 جاي بي جنرال ليز فيفر وجاي فيلينج جنرال فاتيج من اربع اسابيع هي هيز فاتيج هاز بين اسوشيتد وذ ني اكسبيراتوري اند نوت برو وذ ريست بيتر هاز اكسبيرينس فيفر وتشيلز ويكس بيفور برزنتيشن ماشي he spent a week hiking we over the last month he recalled that he had been insect bite for ماشي no rash noted following the insect bite and the denying systemic symptoms no dry no cough no dysuria or frequency
الابروبريت هنعمل له الإليزا هو مش معاه بتاع اللي هو ال الإريثريما، مش معاه ريش حاجة مفيش. لا يبقى هنعمل له إليزا بقى. مفيش تارجت ليجن معاه لا مفيش صح؟ بس لا مفيش ريش. هو عيان لايم يعني لايم؟ لايم اه في اي نيورولوجيكال اي كاردياك اي لا حاجه لا 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 مفيش نو سيستمك سيمتومز حتى انديكيتد انه عشان سيفت تراك زون قصدك صح؟ لا معهوش لا بتنفستيجيت. لو معاك ريش هتبدا تريتمنت، مش هتنفستيجيت. لو معاهوش هنبدا الاليزا، ولو هايلي سسبيشس ونيجاتيف هنعيدها بعد اسبوع. لو طلع برضو بعد بعد 4 to 6 بعد weeks شهر، بعد 4 اسابيع، بعد ايه؟ 4 to 6 weeks وبعد كده نعيدها بعد 12 لو نيجاتيف المفروض هنعمل، لو ايكو فوكال او نيجاتيف او بص في قصر بنعمل البلود تيست. بلود تيست شوف هذا، نشوف صح ولا غلط لا يعني. إليزا إليزا بدل ما فيش معاها ريش يبقى إيه ريثيمتس بريزنس يبقى إليزا شكينا هنوع هنعيد زي ما انت قلتي ونعمل بلوتينج في الاخر لو كان معاه ريش ومعاه سيستميك يبقى هيبقى سيف تراك زون لو معاه ريش بس كنا هنديه الاموكسيسيلين دوكسا سايكلين؟ لا دوكسا، او الاموكسيسيلين بديله لا لو انرجيك مش هكون تنزيل. ماشي، لو معانا تيك بايت مش هنعمل لها حاجة، هنشيلها بس بالميسيز اللي كنا قايلين عليها حاجة امبارح. صح تمام تمام يبقى تسلم ريبافارين is a treatment choice ولا all patients immunized against P require anti؟ لا مش كلهم، من 10 ل 15 fail to respond to poorly 2-3 doses. الثالثة من ما واحد في لخمسة اتنويتد. خمسة لا ما بيستجوبوش الفاكسين. ما في اتنويتد لا. الانتي انديكيت اديكويت؟ لا 100، مش 100 25، دي 100 للاديكويت ريسبونس. تمام تمام إيه كم اللي بيحصل لهم فيل ريسبونس من 10 ل 15 سنه في ريسبونس والريسبوندر المفروض يعدي ال 100 وهو سب يونت بس للميديكال هيلث ستاف بس صح بالظبط. هو المفروض الفيرست بقى لاين اوف تريتمنت ايه اللي هو الانترفيرون، صح؟ التريتمنت بتاعته ايوه، بس عشان احنا اختلفنا في نقطة مانجمنت. ايوه اهي، كان قبل كده قال لك لا الريبافارين، وانا قلت لكم لا هو ال used to be only treatment available it reduce viral load up to 30% of chronic carrier better respond predicted being female أقل من 50 سنة low hepatitis B DNA level non Asian HIV negative high degree of inflammation only perhaps high degree and has target point site while nice still difficult use of pegylated interferon first line of other antiviral medication are increasingly used with aim to suppress viral replication not and dissimilarly way to treating HIV for example tenofovir entecavir teluvid synthetic thymine nucleotide انا مش مش يعني احنا برضه pegylated interferon alpha ده first يعني for treatment بي سي اللي بقى ما عادش بيستخدم فيه لا سيت ابسولوت من زمان يعني بقى لنا سنين ما حدش استخدم. فيلير ريت عالي، كومبليكيشن، في حاجات سيفر واورال واحسن، فليه هيستخدموه؟ اوكي فلو ثيرابي عيان 64 سنة جاي كونفيوز وي ريسنت تشست انفكشن وكراكل نوتس ان ذا رايت سايد اوف ذا تشست ونيمونيا وجاي بشوك والهارت ريت 120 500 از ذا ستارت 88 نديله 500 في الاول وبعد كده نمشيه على قد ايه بقى؟ 25 او 20 25 من 20 ل 30 يعني كي جي بير دي وبرضه اكوردنج للفلويد شارت يعني ممكن نزود او نقلل يعني. بالظبط حسب الحالة بتاعته صح طيب خلاص ادينا الموضوع ده antibiotic will you prescribe for him لا
حسن يسخى 24 سنة جاي بـ several injury and he was mugged on his way home from the pub last night. He was bitten by his attacker and the deep markers يعني مش هو الأكوا متسكلة بتت بأي حاجة بني آدم كلب أي حد يوضح موكس كلاف على طول ما تفرش السؤال ده جينا في الامتحان يا جماعة كوميكس كلاف يعني يا ريت أتمنى والله أي يجي السؤال ده موكس كلاف ده لا تنبات ريبلاس والسليولايتس والحاجات دي أيوه تمام احنا عايزين نشوف اللي بيتوقع اسئله وفي اسئله فعلا في كلام تاني ماشي most appropriate management option 50 سنه جاي على ميتوكوكسيد 10 روماتويد و هي جي بي از كونسرند اباوت بوسيبيليتي اوف بينج اكسبوزد تو تشيكن بوكس هي ريسيفد a call today from his family informing him as his grandson has just been diagnosed with chicken pox ماشي immunocompromised patient تعرض لي chicken pox ماشي طب he locked the patient locked after his grandma today who did have itchy الولد ريشي تايم his family brought it he was just reacted to new washing powder هاي يعني بيقول ان هو قلر مش chicken pox طيب هتعمل ايه management احنا قلنا مينو كلوبيدين بقى صح يلا هنعمل له ثواني هو عايز ايه بالظبط هو عايز الولد ولا ولا ايه بالظبط لا لمين بقى patient look after person 2 day ago who did have itch rash at the time هو تقريبا اللي قاعد مع الولد صح كده؟ البيشنت ده بيعتني بابن ابنه باين بالظبط هو وهو امينو كومبرومايز وما ظهرش عليه اي حاجه لدلوقتي اي حاجه فهل هنادمنسترايد بيرسيلا فاكسين بوستر ايميديتلي ولا ادمنسترايد اي جي جي ايميديتلي ولا اسايكلوفير ولا كونسول ذا بيشنت اند فاميلي سنسيمبل بيرسيلا اند ادفايس to urgent to call medical لو في حاجة send the blood test for varicella antibody أنا أعتقد اللي هو الانتيبادي هنشوفه immunized ولا لأ ونكمل تمام كده ولا إيه؟ ليه زي البريجننت يعني؟ مش عارفة يعني تمام patient لو immune compromised secondary to long term steroid or methotrexate receive should receive varicella immunoglobulin if they expose to chicken pox and have no antibodies to varicella تمام نشوف عنده antibody ولا لا ده هو نفس البريجنسي بالظبط طيب diagnosis ماشي 18 سنة جاية بإيه by his mother ايه عشان هو عنده جندش طيب he returned from Bovelia 2 days ago and started feeling unwell on his flight he tells you he feel his has flow and vomited dark stuff twice and the Arctic aircraft and twice since returning home dark stuff اللي هو ايه hematemesis he previously felt unwell during the last week of his trip and but had attributed to bad hangover and had been feeling bit when we questioned in the private status he smoked marijuana and his trouble was his only الexamination في ايه طيب rigor وpyrexial وjaundice وupper right quadrant of the abdomen في tenderness طيب وبقى ايه مفيش حاجة صوديوم وبوتاسيوم كويسين البيكاب اليوريا الكرياتينين عالي 220 البيروبين عالي ال ALT عالي برضه ال alkaline phosphatase sorry ال ALT برضه عالي ومعه هيباتيتس
مش هيباتايتس بس، هو مع وكيدني، ليفر وكيدني ماشي، وجي اي. يبقى مين بقى اللي هياخد الثلاثة دول؟ مين الثلاثة؟ يبقى يا ليبكو لا يا هيباتايتس، هيباتايتس سي، هيباتايتس لأنه هباتورين ال symptom of هباتورين اللي اللوز اللي في الحلقة يا جماعة. كوارتر هات الاختيار كده يا دكتور حسن. أنا جايب هيماتيمتس ماشي. تمشي مش عارف تسمع ولا شيء يعني. يلو فيفر، لا يلو فيفر خلاص يعني. في بنت سيتوبينيا طيب؟ في بنت سيتوبينيا؟ مش جايب البلد تيست، جايب الكترولايت. هيموراجيك ديزيز، هي هيموراجيك ديزيز فعلا، هو اتحسن ورجعت باظت تاني. هو دي في موجود فعلا كده، موجود فعلا الحته دي اللي هي ايه؟ بيقول لك هي ريتيرن فروم بوليفيا 2 دايز اجو اند ستارت فيلينج انويل اون هيز فلايت هي تو فيل يو هاز هاد فلو لايك مش عارف ايه توايس بريفلي فيلت last week ago. الهيستوري شورت، فيري شورت يعني. الهيباتيتس سي يا جماعه، ما يجيش اكيوت كده، اللي بيبقى بيسوق بعدين بيفيلينج بيتر بعد كده. ايوه بقى انا الهيباتيتس سي عمره ما يجي بيمتنسس يا جماعه. لا طبعا الهيباتيتس سي هيجي بفيفر الابيفونت. لا هو الهيباتيتس، لا هو الهيباتيتس سي بيعمل على اللونج ران لو عمل او بي ديلو فيفر. صح ايوه، هو بس عشان البيشن انديوسر دراج انديوسر بس، غير كده لكن هم الهيستوري تو سمول يعني في على هيباتايتس سي. فيلو فيفر يعني هو الاوقع. صح ايوه، اصلا من الـ من الـ من يلو وش بريف ريميشن، هو ده يلو فيفر بريزنت فلو لايك ايلنس، بعد يحصل له بريف ريميشن بعد كده يجي بقى متنابس تنين بقى جوندس وهيموتيسيس والحاجات دي. هو اسمه يلو جونتس وفيبر، وبعد كده هو هيموراجيك ديزيز بيبقى مع هيموش بس. يجي فلو لايك ريفريميشن فولد باي جونتس اند هيماتيمس، بيبدا فلو لايك إلنس بعد كده بيريح شويه صار ريميشن، بعد كده بيجي بقى بالجونتس والهيماتيمسيس والكلام ده. بيرو فيفر انتباتك فور بايت، تبقى كومكس كلاب. بصش على الحالة على طول، قدش بص على حاجة بايت تبقى كومكس كلاب. Most like diagnosis ايان اتبقى 45 سنة، جايب 3 days after returning from Thailand complaining of severe muscle ache fever headache examination widespread micropapular rash الهيموجلوبين اتلتت قليلة. يبقى اللي اسمه ايه ده الجبا، لا اللي هو اللي يعني هات الاختيارات فاضي الواحد اللي هو اسمه ايه دينجو. ايوه هو ده دينجو. نشوف هنا ايه بيقول ايه هنا، بيجي بمصل وجوين وهدك ومعاه ثرومبوسايتوبينيا زيه اللي هو اللي شبيهه بس اكتر اللي هو اسمه شيكنجونيا. شيكو ايوه شيكنجونيا بس التاني ده بيبقى معاه ريش، تاني ما بيبقاش معاه ريش، معاه جوينت جوينت اكتر. بس هو بيبقى نفس السيمبتومز بس اكتر يعني مور سيفير، حتى بيقول ان هو بياخد 10 على 10 في ال يعني في السيفيريتي اوف ذا بين. تاني سيفيريتي جامده جدا ومعهوش ريش، ده معاه ريش ومعاه ده ثرومبوسايتوبينيا. في منه نوع شوك سندروم دينجو شوك سندروم، والتاني نوع اللي هو الهيموراجيك ده وده. The doctor Kleining is concerned about amoebic colitis. Which one of the following diagnosis tests able to confirm the diagnosis? بين 15 مينت لازم يبقى عشان ما تحولش الترفوزويت لسيست. تمام. نعم.
34 سنة HIV positive treated for pneumocystis kerniae pneumonia with cotrimoxazole blood gas البO2 oxygen 28 قليل أقل من قد إيه تحديدا نضيف ستيرويد؟ لا مش فاكرة كام الكات أوف ليفل صراحة. لا أقول لكم كام، طيب أقول لكم كام بالتحديد بالضبط، كان هنا في المانجمنت أقل من 9.3، أقل من 9.3 يديله ستيرويد نص الحالات 50% هنا ايه كان بيقول ايه reduce risk of respiratory failure by 50% والديس باي ثيرد، قلل الديس ثيرد وقلل الريسبيرتوري فيلير النص الاسترويد. ودي الحاجات القليلة اللي احنا بنضيف فيها استرويد مع انفكشن يعني. تمام عشان انت في بروتك يعني بالظبط لان هو بياخد في الانترستيشيال لانج فهو بانتي انفلاماتوري عشان ايه الانفكشن الثاني اللي بندي مع الاسترويد برضو تي بي منجايتس تي بي التي بي والمنجايتس والتي بي عموما لو احنا ادينا له الانتي توبركلوس تريتمنت والعيان بدا يجي بجنرالز الليمف نود اللارجمنت والكلام ده كله فبندي له كان في انديكيشنز كتيره كده للاسترويدز مع التي بي من المنجايتس من الكولد ابسس ومن الليمفادينوباسي اللي حضرتك قلت عليه وكان في 3 4 كمان تسمي مع التي بي هايلر الليمفادينوباسي كان في شويه اكتر كده How would you treat her? 24 سنة جاية from gap year of Malawi complaining of visible hematuria, dysuria, urinary frequency. He says she felt well through her trip but experienced itchy rash over her legs. اللي هو ايه طيب ماشي اللي هو ايه طيب ال سترونجلويد مالاوي سترونجلويد الليمفوسايت عالية ماكيوريا لا تحس انها شيزينوفيليا طب ما دي شيزينوفيليا لا شيزينوفيليا لانه هي ماكيوريا وشيزينوفيليا وفريكونسي والاثنين بيخشوا عن طريق الجلد صح خد بالك مات مش عارف ايه اللي خلاني اقول كده ما هو عشان بس ما فيش اليورينري عشان ما خدتش اليورينري لو هو لجس بس او كده تمام انما اليورينري مش ما عرفتش صح next step most appropriate 29 سنة woman who has telephone consultant for GB 18 week pregnant and also has no complaint yesterday here 3 years son developed chicken box and patient worried about effect over her pregnancy and sure of whether or not had chicken box يعني immunoglobulin مش هتعمل لها لا بس لا نشوف الانتباطس الانتيبادي هذا سوري مش طيب بتاعت الانتيبادي الرينج تيست فور فيرسل انتيبادي دور على لو عندها what would advise patient regarding management 32 man local joint urinary medicine concerned about itching his people care that works at 9 sexual هو اللايس تقريبا ده and the sexual partner informed him to treat pubic lice on. He's going to confirm the presence of lice egg and his buttock. Oh, the موضوع المفروض بيعمل ايه؟ shaving الاول تقريبا and treat it with full cream. Pyrimethrin applied for surface. او الميلاثيون بس هنت البيرمثرين ده لكل full surface area بعد 12 ساعة ونعيد بعد اسبوع. طب مش الميلاثيون المثال الملاثيون اللي ما يمكن تبعي تو إيه